السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pathogenesis and defeat of simple goiter. السيمبل goiter ده هيحصل له development ازاي؟ نبتدي الأول بأول مرحلة اللي هي الفيسيولوجيكال goiter. أي سبب من الأسباب اللي احنا قلناها قبل كده هون اللي هي mainly طبعا iodine deficiency سواء كانت relative أو absolute والجويتيروجينيك ايجنت والكونجنتال ديفيشنسي في بعض الانزيمز في الثايرويد جلاند. اي واحده من دول هتؤدي في الاخر الى ايه؟ الى ديكريز ليفل اوف تي 3 اند تي 4. وزي ما احنا واخدين القاعده يتناسب تناسبا عكسيا حجم التي 3 وتي 4 مع الليفل اوف تي اس اتش. فاول على طول ما الثايرويد هرمونز تي 3 وتي 4 هيقلوا ده ستيموليت الهايبوثالاموس والبيتيوتري تنزل لك كميه كبيره جدا من التي اس اتش. دي النورمال ريستنج ثايرويد جلاند متبطنه بكيوبيكال ايبيثيليوم وقصير كده الايبيثيليوم بتاع الفوليكلز وضعيفه خالص. وفي هنا هو مودريت اماونت اوف كولويد. اول بقى ما تنزل كميه كبيره من التي اس اتش على الثايرويد جلاند هيحصل التلاته هايبر. هايبر فاسكولاريتي عشان نحاول نجيب ايودين كتير على قد ما نقدر. وهايبر بليزيا انكريز نمبر اوف سيلز اند فوليكلز. وهايبرتروفي الكيوبيكال ايبيثيليوم ده هيبقى طول كولومنر ايبيثيليوم. طبعا اما الثايرويد جلاند كلها يحصل فيها الهايبر فاسكولاريتي وانكريز في النمبر اوف سيلز وانكريز في حجم الخلايا الاند ريزلت بتاعك ايه؟ أول مرحلة اللي هي الفيسيولوجيكال goiter اللي بتقال عليها diffuse hyperplasia. ده ابتدينا بnormal thyroid gland اهي حصل الستريس والديفيشنسي. الستريس مثلا زي البيوبرتي والريلاتيف ايودين ديفيشنسي فحصل لك التلاتة هايبر وحصل لك الفيسيولوجيكال goiter. دلوقتي بقى الفيسيولوجيكال goiter ده انت قدامك كم احتمال؟ قدامي ثلاث احتمالات. الستريس از اوفر ويزن ا شورت بيريد. مرحله بيوبرتي وعدت. بريجننسي مره وعدت. فلو الستريس ده وان از اوفر والريلاتيف ايودين ديفيشنسي ده وان از اوفر ويزن ا شورت بيريد تبص تلاقي على طول حصل النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الثايرويد هرمونز رجعت للنورمال. واول ما الثايرويد هرمونز رجعت للنورمال ده انهبت اتس هايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند والليفل اوف تي اس اتش يقل. فتبص تلاقي اتمسح باستيكا التلاته هايبر. اتمسح الهايبر فاسكولاريتي والهايبر بليزيا والهايبرتروفي ورجعت الثايرويد جلاند للنورمال ريستنج ثايرويد. ان احنا نرجع للنورمال ريستنج ثايرويد دي بيتقال عليها انفوليوشن. Involution يعني return to the normal resting gland. ده أول احتمال. تاني احتمال واحدة ست ما شاء الله بيوبرتي ومينار كل ستريس بتاعها وعسل وفي الفلاحين بقى كده هون وفي البدو والحاجات دي على سن ال 14 سنة 15 سنة وهي لسه الست في مرحلة الستريس وفي relative deficiency of iodine راح مجوزينها فراح الدخلة في بريجننسي ورا لاكتيشن ورا بريجننسي ورا لاكتيشن. وانتوا عارفين في الناس الجهلة دول وبتاع بتبص تلاقي الواحدة ممكن داخلة في بريجننسي لاكتيشن بريجننسي لاكتيشن. هي بقى الاحتمالين اللي باقيين دول هو الاستريس مطول ببريجننسي ولاكتيشن وكده والحكاية هتطول سنين طويلة. هو البريجننسي واللاكتيشن دول متعاقبين ورا بعض؟ في واحده ست ما شاء الله شغاله بريجننسي لاكتيشن بريجننسي لاكتيشن بريجننسي لاكتيشن وشغالين ورا بعض. هتبص تلاقي كده الاستريس كونتينيوس لمده يمكن 10 15 20 سنه. في احتمال تاني الست برضو بريجننسي ولاكتيشن وكل حاجه بس مقطعين بريجننسي ولاكتيشن وتقعد لها كده سنتين ثلاثه مريحه وبعدين بريجننسي ولاكتيشن وسنتين ثلاثه مريحه. فانت عندك الاستريس بقى اللي هو الايودين ديفيشنسي قد يكون كونتينيوس وقد يكون
fluctuating level of TSH of fluctuating في deficiency سنين في deficiency سنين ما فيش deficiency of iodine. لو حصل يا جماعة ان في physiological goiter حصل والديفيشنسي ده هو الاستريس استنوا لمدة طويلة جدا 10-15 سنة والست مرة واحدة خلاص وصلت للمينوبوز وراح تقطع خلفة فالاستريس از اوفر بس بعد 10-15 سنة تفتكر الثايرويد جلاند لسه فاكرة اصلها وتعرف ترجع للنورمال ريسنج ثايرويد؟ لا، سنين طويلة من الديفيشنسي وسنين طويلة من الهايبربليزيا والهايبرتروفي والثايرويد جلاند نسيت الاصل بتاعها. لو خلاص الاستريس انتهى وبقى الايودين دون طبيعي بالنسبه للباقي الست الطبيعيه، تفتكر الثايرويد جلاند هترجع للطبيعي؟ لا، دي نسيت اصلها خلاص. وتبص تلاقي الثايرويد جلاند تقول لك الله ده في ايودين كتير، تروح حامله ثايرويد هرمونز ومخزناك كولويد وتعمل ثايرويد هرمونز وتخزنها ككولويد وتخزن وتخزن قاعدة الأسينايد تخزن 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 تخزن. المرحلة دي بقى اللي فيها كل الثايرويد أسيناي ديستندد بكمية كولويد فظيعة. شوف كل الأسيناي ديستندد بكمية كولويد فظيعة، دي مرحلة اسمها كولويد جويتر. عارفين دي شبه ايه بالظبط؟ لو طفل مثلا ابن ناس قوي، ابن ناس مليونيرات وناس غنية جدا جدا جدا، وخطفوه في سن مثلا سنة وقعدوا مربين عندهم العصابة اللي خطفته دون الراجل ده لحد سن مثلا 30 سنة. طبعا 30 سنة ده بقى رئيس العصابة خلاص. لو أهله لقوه هو سنه 30 سنة، تفتكر هيعرف يرجع لأصله الكريم؟ لا أبدا، ده هيتنه رئيس العصابة ومسرح العيال يشحته ويسرقه ومجرم جدا وهيستمر في الإجرام بتاعه، ومع إن أهله عندهم فلوس كتير وهو من العصابة بتاعته فيه فلوس كتير، بس يقول لك أبدا، هو نيتن قاعد بيحوش في الفلوس ديا ويحوش في الفلوس دي ويكنز الفلوس، ولا راضي يبطل إجرام ولا عارف يرجع لأصله الكريم ويبقى ابن ناس. فده الكولويد جويتر، الثايرويد جلاند اللي تنتها في حرمان لمدة كبيرة، أما رجع الثايرويد جلاند للطبيعي معرفتش ترجع للطبيعي وقاعدة بتخزن كولويد وما بتطلعش منه غير أقل كمية ممكنة، وقاعدة بتخزن 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 خايفة لفترة الحرمان ترجع تاني. ده الاحتمال التاني. الاحتمال التالت بقى، واحدة ست عندها الستريس ده هون بس فلاكتويتنج سنين من الخلفة والرضاعة وبعدين كم سنة تريح، سنين من الخلفة والرضاعة وبعدين كم سنة تريح كده. الستريس is fluctuating وهيكون معاه فيه fluctuation في level of TSH، فتبص تلاقي الجلاند هتبص تلاقيها بقت سمك لبن تمر هندي heterogeneity of the gland. ايه الهيتروجينيسي في جلاند ده؟ وان جلاند شويه اسيناي فيها هايبربليزيا، شويه اسيناي فيها هايبر انفوليوشن. هايبر انفوليوشن ده اللي هو كولويد جويتر اللي هي ديستندد ويز كولويد، بيتقال عليه هايبر انفوليوشن او كولويد جويتر. وبعض الاسيناي ريستنج وبعض الاسيناي اكتف. تبص تلاقي كده الجلاند بقت ملطعه اشكال غريبه مش زي بعض، هايبر بلاستيك اسيناي على ان اكتف اسيناي على اكتف اسيناي كده هو على هايبر انفلوت اسيناي في حته. فينتج عن ذلك بقى في الجلاند الخلطبيطه دي عمليه فايبروزس، والفايبروز ده هو يخلي الجلاند مليانه بنوديولز نوديولز نوديولز نوديولز. يتقال على المرحله دي ايه؟ سيمبل نودولار جويتر او سيمبل نودولار جويتر، او بيتقال عليها كمان الريجولار انفوليوشن. ويبقى دول الثلاث مراحل بتوع السيمبل جويتر، نراجعهم تاني كده هون.
نبتدي عند البيوبرتي مثلا، اهو بنورمال ثايرويد، ريستنج ثايرويد طبيعي خالص. دخلنا في مرحله البيوبرتي، فحصل بقى الريلاتيف ديفيشنسي، وقال الليفل اوف ثايرويد هرمونز، قال الليفل اوف تي اس اتش، حصل لك ديفيوز هايبربليزيا اللي هي الفيسيولوجيكال جويتر. لو الاستريس دخل في خلاص، اختفى خلاص بعد البيوبرتي سنه 2 3 خلاص رجعنا للنورمال. لا، لكن لو الاستريس ده هو نكمل لمده طويله جدا 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 وكونتينوس، وبعد كده هو الاستريس ده هو ريليفد والايودين ديفيشنسي ما بقاش موجود، الثايرويد جلاند بيحصل فيها حاجه اسمها هايبر انفليوشن او كولويد جويتر، اللي هي الاسيناي النتنه اللي قاعده بتخزن في ثايرويد هرمونز وكولويد وما بتطلعش منه غير اقل القليل. لا، وحصل للاسيناي دي تخمه بالكولويد، ده اسمه كولويد جويتر او هايبر انفليوشن. بعد كده بقى في عندنا لو الاستريس ده هو خلطه بيطه، سنين سنين كده هو شويه ستريس مفيش ستريس، شويه ستريس مفيش ستريس كده، الفلكتويتنج ليفل اوف تي اس اتش هيخلي فيه هيتروجينيسي اوف ذا جلاند، حاجات مختلفه في الجلاند، ده ينتج عنه عمليه فايبروزس، ينتج عنها الايريجولار انفليوشن الذي يطلق عليه سيمبل نودولار جويتر. طب اقول لك ايه، الكولويد جويتر ده هو لو الاستريس رجع تاني هيحصل ايه؟ لا، لو الاستريس رجع تاني ريكارنس اوف ذا ستريس، ده انديوس فايبروز في الجلاند ويتحول برضو الى سيمبل نودولار جويتر. يا ترى بقى العيانين دول اللي عندهم فيسيولوجيكال جويتر ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لهم؟ طبعا الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لهم ان الجويتر يكبر يبقى كولويد، او يكبر اكتر واكتر يبقى سيمبل نودولار جويتر. او تصور بقى الهايبر بليزيا دي لو انت غلطت فيها غلطه فظيعه، هايبر بليزيا وهايبرتروفي يعني خلايا كتير وجتت وعندها قدره على العمل، وانت رحت مدي العيان ده كميه فظيعه من الايودين، قلت له انت عندك ايودين ديفيشنسي خد ايودين كتير، فقعدنا ناخد في سمك وجمبري وكابوريا كل يوم كل يوم كل يوم، يا نهار اسود الخلايا الكتير ده هي ممكن تاخد الايودين الكتير وتعمل كمية فظيعة توكسيك دوز من التي سي يو تي 4 ويقلب الفيسيولوجيكال جويتر ده الى توكسيك جويتر. بس ده سيلف ليميتد طبعا، يعني حاجة نادرة، لان التي سي يو تي 4 العالي ده اول ما بيعلى بقى قوي زيادة عن اللزوم هيعمل انهيبيشن لل تي اس اتش، وتبتدي الهايبربليزيا والهايبرتروفي بعد مدة تختفي والتوكسيسيتي دي تخف لوحدها ويضل مداخلك شر. يا ترى العيانين دول الكلينيكال بيكشر بتاعتهم؟ بص على الست دي او الجلاند دي موصف، ايه رايك؟ الثايرويد جلاند كلها يونيفورملي انلارجد، كلها كبرت بنفس المقدار، ضعفين ثلاث اربع اضعاف الطبيعي، وسمول جويتر مش كبير، وسموس وسيمتريكال، وحاسس عليها كده وانا هتلاقيها طريه soft goiter. وايه رايك في الثايرويد فانكشن؟ هتقولي بقى ده في ايودين ديفيشنسي، اكيد في هايبو فانكشن. لا، ده ايو ثايرويد ستيت، يعني نورمال ثايرويد فانكشن. ليه؟ تعتبر هذه الهايبربليزيا والهايبرتروفي ك كومبنساتوري ميكانيزم عشان نزود كفاءه الثايرويد جلاند، عشان باقل كميه من الايودين افرز نفس الليفل المعقول الطبيعي من التي سي يو تي 4 وحافظ على النورمال ثايرويد فانكشن. فده كومبنساتوري ميكانيزم للايودين ديفيشنسي، بس الليفل اوف ثايرويد هرمونز نورمال والثايرويد فانكشن نورمال. طبعا الست بقى هتساعدك قوي لو قالت لك ده انا حاسه ان هو بيتنفخ قوي يا دكتور اثناء البريجنانسي واللاكتيشن. طبعا دي كاركترستيك، ما بيحصل ديفيشنسي في الـ T3 و T4 الـ TSH بيعلى أكتر وأكتر ينفخ خالك في البريجنانسي واللاكتيشن. العينين دول يا ترى التريتمنت بتاعهم إيه؟ اتفقنا الباثولوجي بتاع الموضوع ده ريفيرسبل، يعني الفيزيولوجيكال جويتر ممكن ترجع للنورمال. ما دام ده ريفيرسبل جويتر والباثولوجي إز ريفيرسبل، يبقى التريتمنت أونلي ميديكال. المرض ده يمكن القضاء عليه تماما بفود ريتش ان ايودين، اكله في الاسبوع سمك او جمبري او كابوريا سي فودز،
او ابسط حاجه من عند السوبر ماركت، الملح، الملح اللي على رفوف السوبر ماركت دون، تبقى تبص كده فيه وتلاقيه، اما تلاقي مكتوب عليه ايودايزد سولت. الايودايزد سولت ده بيني وبينك ينصح بيه في كل بيوتنا، نطبخ بيه دايما. ستات برجاله باطفال هياخدوا ايودين كتير، ونمنع تماما السيمبل جويتر دون من اوله لاخره. طبعا كمان اكسكلود بقى في الاكل الحاجات اللي تعمل لك جويتر، افويد الجويتيروجينيك ايجنت. مفيش حد يقعد ياكل كرومب وقرنبيط والحاجات دي كل يوم كل يوم كل يوم، والسلطات الكول سلو اللي فيها الكرومب دي ملهاش لازم. لو اللي حصل حصل بقى كيوراتيف وعند لقط في بنت كده هون من الصغيرين دول 10 20 سنه، الفيسيولوجيكال جويتر بسيطه قوي، تروح مديها على طول ايه، اولا ري اشورنس للام وللاب وللبنت. لا طبعا بتبص تلاقي بقى طبعا الجهل وبتاع كده هون جايين وقاعدين يعيطوا، والبنت قاعده بتعيط، وقولوا لي يا دكتور البنت دي هتعيش قد ايه؟ ده اصل احنا سمعنا ان في مش عارف واحد جاله تضخم في الغده ومات في ظرف شهرين. فانت لازم طبعا بتعمل لهم ري اشورنس وتفهمهم ان ده في حالات السرطان، وان ده مش سرطان خالص، ده كلام فارغ وبيحصل لكل الاطفال في سنها، وتديها النقص اللي عندها. هي عندها نقص في الثيرويد هرمونز، ما تديها يا اخي ال ثيروكسين. كلمه ال طبعا دي يعني ليفو، اللي هي الايودين على الليفت سايد ليفو. والال ثيروكسين ده كفايه قرصين في اليوم او ثلاثه بالكثير قوي لمده على الاقل 6 اشهر لسنه. هتبص تلاقي هما ثلاث اقراص على فكره، لان القرص 0.1 مللي جرام. فاحنا هندي قرصين ثلاثه، يعني 2 ل 3 مللي جرام بير داي لمده 6 اشهر سنه. بالفيدباك ميكانيزم ده هيخفي التي اس اتش ويتمسح الكلام ده بقى السيكه. بس طبعا الثيرويد هرمونز دي ساعة ما تيجي تعمل لها وزدرول زي كل الهرمونز، اعمل لها جراديوال وزدرول، اقللها شوية بشوية شوية بشوية لحد ما تبقى قرص واحد في اليوم لمدة عدة سنوات. ده بالنسبة للفيسيولوجيكال جويتر. نيجي بعد كده بقى للكولويد جويتر. ايه الكولويد جويتر ده الكولويد جويتر ده بقى بيحصل في الستات فوق سن الحلقة نمرة 2. يعني الحلقة نمرة 1 فيسيولوجيك كانت من 10 ل 20، الحلقة بقى نمرة 2 كولويد جويتر دي بتظهر غالبا من 20 ل 30 سنة. دي بقى بتكون نتيجة ايه؟ ناس في انديميك اريا وعندهم ايودين ديفيشنسي بقالهم سنين طويلة قوي، او الست اللي كان عندها بريجنانسي ولاكتيشن لمدة طويلة قوي 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 قوي، ومرة واحدة تصور مثلا الناس في الواحات مثلا في الصحراء، وراحوا رايحين منطقة ساحلية وابتدوا ياكلوا سمك وجمبري وكابوريا كتير. هتبص تلاقي الفسيولوجيكال جويتر ده اللي فيه هايبربليزيا وهايبرتروفي قاعد بياخد الايودين ويجمع لك كولويد بكميات فظيعة في الاسيناي، بكميات كبيرة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك دي زي الشحات النتن، هو طول عمره متعود على الشحاتة وبقى رئيس عصابة الشحاتين، بس مع ان اهله الكرام الاغنياء لقوه، لكن هو ابدا كل يوم ينزل من الفيلا بتاعت اهله يركب العربيه ويروح يلبس الهدوم المقطعه ويقعد يشحت ويشوف العصابه بتاعته بتاعت الشحاتين وكده. هو تقول له ليه بتعمل كده؟ يقول لك انا خايف لايام الفقر وايام الايه الجوع ترجع تاني. فهو ده اللي بتعمله الثيرويد جلاند، مع ان مفيش ايدين ديفيشنز دلوقتي، بس هي قاعده بتاخد و تخزن، تاخد وتخزن، تقول لك احسن احتاجه تاني واحتاج الايودين دهون والايودين دهون يتقطع تاني، فساعتها اصرف من المخزون ده. طبعا الكولويد جويتر ده هيكون ايه؟ ده ديفيوز سيمتريكال سوفت او فيرم جويتر ومودريت او لارج جويتر. انت هتقول لي طب يعني هو ليه ممكن يكون سوفت وممكن يكون فيرم وممكن يكون ليه مودريت او ممكن يكون لارج؟ حسب الديجري اوف ديستنشن اوف ذا اسيناي. تصور الاسيناي دي لو هي مليانه كولويد اللي هو فلويد، بس يعني كولويد قليل شويه زي ما يكون كيس كده مليان شويه ميه صغيرين، فانت تدوس كده على شويه الميه الصغيرين اللي في الكيس اللي قاعدين بيلعبوا كده هتلاقيه سوفت. لكن لو الاسيناي دي ديستندد جامد جدا جدا وكيس مليان ميه مليان ميه على الاخر،
هتحط ايديك عليه تلاقيه ناشف، تلاقيه فيرم. تصور طبعا لو الاسنان دي كلها كده هو مليانه بكولويد نص نص هتبقى مودريت ان سايز، بس لو كل الاسنان دي منفوخه على الاخر بكولويد هتبقى لارج ان سايز. فاكتب لي كمان حكايه سوفت او فيرم او مودريت او لارج، دي اكوردنج تو ذا ديجري اوف ديستنشن اوف ذا اسناي ويز كولويد. وكل الجلاند حصل فيها نفس الحكايه دي اللي اسمها هايبر انفوليوشن، فتبص تلاقي الجلاند كلها سموث سيمتريكال ديفيوز انلارجمنت. في الكات سيكشن هتلاقي الدوائر دي على فكره هي طبعا باينه دي تحت الميكروسكوب ومتشافه بالعين المجرده، تلاقي كده هو الكولويد اللي هو لونه بني موجود كده هو في فراغات 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 كده هو جنب بعض مليانه بني، دوائر دوائر كده هو مليانه بني جنب بعض، يبقى انت شايف بعينيك الاسيناي وهي ستاندد ويز كولويد. شبه ايه دوائر 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 كده هو زي خلايا النحل بيتقال عليه هاني كوم بابيرنس في الكات سيكشن. مايكروسكوبيكلي انت شايف الهايبر انفوليوشن اللي هي اسيناي ديستندد ويز كولويد، واللايننج ابيثيليام ايه؟ قلت لك قبل كده هو ان يتناسب حجم اللايننج ابيثيليام تناسبا عكسيا مع كميه الكولويد، لان كميه الكولويد الفظيعه ده هي اكيد ضغطه على اللايننج ابيثيليام، والابيثيليام عباره عن فيلات ابيثيليام، عشان الكولويد كتير ضغط على اللايننج ابيثيليام ومبطط. العينين دول ايه الكومبليكيشن بتاعتهم؟ طبعا الكومبليكيشن بتاعتهم لو راجع للستريس تاني هيتحول الى فايبروزيس بعد كده هون وسيمبل نودولا جويتر، او لسبب غير معلوم ممكن الثايرويد جلاند دي تروح ماسكه لك كل الكولويد اللي فيها وتروح راميها مره واحده في السيركيليشن. طبعا الكميه الفظيعه دي لو اترمت مره واحده في السيركيليشن يبقى على طول توكسيك جويتر. خد بالك ان الجويتر دون بالذات بقى نيفر نيفر تيرن مالجنت، لان المالجنس المفروض بيجي منين؟ من الفوليكولار سيلز، والفوليكولار سيلز دي فيها هايبربليزيا ولا هايبرتروفي؟ يا عم ده الفوليكولار سيلز مضغوط عليها بالكولويد ومتبططه وانهبيتد، ولا فيها لا هايبربليزيا ولا هايبرتروفي، ودي فلات سيلز والتكاثر بتاعها كمان انهبيتد. فطبعا دي بالذات تقدر تبروز كلمه نيفر تيرن مالجنت. يا ترى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت العيان ده؟ وان بيني وبينكم الكولويد جويتر الصراحه يعني ده صعب قوي ان يكون في دكتور فيتك ان هو يقول لك ده كولويد جويتر، ده ما يشخصش كلينيكال، ده باثولوجيكال فايندنج بالهايبر انفوليوشن. لان بيني وبينك الكولويد جويتر ده وان لو كان صغير انت هتشخصه اكيد على انه فيسيولوجيكال، ولو كبير ومنفوخ هتشخصه غلط على انه المرحله اللي بعد كده اللي هي سيمبل نودولا جويتر. فبيني وبينكم يعني الصراحه ده كلينيكالي صعب قوي تشخص. طبعا انت لو هو سمول جويتر اصلا انت هتشخصه على انه فيسيولوجيكال وهتعالجه على انه فيسيولوجيكال. تعالجه على انه فيسيولوجيكال ازاي؟ بالقرصين الثلاثه اللي ساروكسين تو انهبيت الريليز اوف تي اس اتش ونوقفه على ما هو عليه، وكالمعتاد نعمل جراديوال ويزدرول لحد قرص في اليوم لمده سنين طويله. وانا بقول لك القرص 0.1 مللي جرام، فانت هتدي قرصين او ثلاثه في اليوم لمده عده شهور، 6 أشهر لمده او سنه، وبعد كمان بقى قرص لمده عده سنوات. لكن لو لارج جويتر انت هتشخص على انها ايه؟ سيمبل نودولر، فهتتعالج ساعتها علاج السيمبل نودولر، وخصوصا لو كانت لارج جويتر ومضايقه الست كوزموتيكالي، تقول لك ده كل الناس ماشيين في الشارع قاعدين بيشاوروا عليا وبيبصوا لي يا دكتور، لا فساعتها بقى هتضطر تعالجها معالجه السيمبل نودولر جويتر بان انت تشيل حته كبيره من الثايرويد جلاند. تشيل حته كبيره من الثايرويد جلاند يبقى اسمها سب توتال، انت مش هتشيلها كلها، انت هتشيل حته كبيره منها يبقى اسمها سب توتال. وثايرويد ولما تشيل حاجه تبقى اسمها ايه؟ اكتومي. فهتعمل سب توتال ثايرويدكتومي لو كانت كوزموتيكال مضايق العيان او لارج جويتر عامل كومبليكيشن. بس خد بالك بعد الثايرويدكتومي دهيا لازم تدي العيان ال ساروكسين فور لايف. ليه؟ عشان انا سبب المشكله عندي تي اس اتش، فانا عايز اديك ال ساروكسين فور لايف عشان اخفي واعمل انهيبيشن للتي اس اتش فور لايف. لانك لو ما اديتش التي اس اتش ده ما اديتش ال ساروكسين وخفيت التي اس اتش فور لايف،
التي اس اتش لو اتكون تاني وبكميات كبيره ما عامل لك ريكارنس الجويتر. فلازم دايما على فكره في السيمبل جويتر السب توتال سيروكسين بعديها ال سيروكسين فور لايف تو افويد ريكارنس. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.